السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ غبرت عليكم شي شويه شحال هادي ما جلست بحال هاد الجلسه هادي. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مهم بزاف، خصوصا لاغلبيه العائلات اللي كيكونوا دايرين معاهم الطيور في الدار وكيفكروا انهم بيجيبوا الطيور. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد النصائح اللي هما مهمه خاصك دير بهم، خصوصا في الواتساب ديالي. يعني شحال من واحد صيفط ليا بزاف ولاو تيقلبوا على ببغاء اللوري. انا غادي نهضر لكم على مشاكل ببغاء اللوري شنو هما. رقم واحد، وغنعطيكم اربعه الببغاوات معاهم اللي هما عندنا خمسه الانواع غادي نهضروا عليهم اليوم، اللي هما ماشي غادي نقول لكم اخيب انواع، اللي زعما كاع مخلوقات الله سبحان الله العظيم كلهم مزيانين، ولكن انا بغيت نقول لكم نتوما كعائله يعني اللي غادي يليق لك في الدار واللي ما غاديش يليق لك. يعني هاد الخمسه الانواع اللي غادي نوريك بالنسبه للمشاكل تاعهم غادي نهضر لك عليهم كاملهم، وخصوصا انت كعائله بلا ما تفكر تشريهم، خصوصا دوك الناس اللي صيفطوا ليا كاملهم وكيفكروا كيقلبوا على اللوري وكيتشاوروا معايا واش يشري ولا لا. يعني نصيحتي لكم من الاحسن بلاش. نعطيكم واحد المثال، يعني بالنسبه لي انا اللوري في الحلقات الاولين كنتو شفتوا بشحال كانت تشرات الكوبلان تاعت اللوري بشحال ثمنها. انا دابا الا عرضوا عليا الناس مثال اللوري بنص ثمن، يعني مثال كوبلا تكون نص ثمن ديالها ما نشريهاش. غادي نقول لكم علاش. يعني غادي نبداو برقم واحد هو ببغاء اللوري، غنبداو بالمشاكل ديالو اشنو هما. اول حاجه الاخوان شوفوا القفص الحاله ديالته كيفاش دايره، والماء يعني كامل مكرفص. وهذا الشيء هذا راه اللوري كنخدم معاه جوج مرات، هو الطائر الوحيد اللي كنخدم معاه في الميناج ديالو جوج مرات في النهار وما كافياش. يعني كنقي ليه في الصباح وكنقي ليه في العشيه القفص كامل، يعني كيخصني نحيد العش وكيخصني نجبد القفص كامل، يعني ماشي تنقاه الارضيه ديالو. يعني كيخص القفص كامل وكيمشي كيتغسل حيت كله هو كيعمر وكتعاود تردو. مشكل واحد، مشكل جوج الماكله ديالو والماء وهذاك الشيء في دقيقه. يعني كتحط ليه الماء جديد كتحط ليه ماكله جديده، يعني في دقيقه الماء كتجي كتلقى داك الشيء كله هو توسخ. يعني هذا مشكل. رقم حاجه ثلاثه اخرى اشنو هو المشكل الكبير، هو بالنسبه لببغاء اللوري فاش كيكون اعزكم الله كيدير البراز ديالو، يعني ماشي بحال ببغاوات الاخرين كيكون عادي يعني كيهبط في الارضيه ديال القفص كتحكم فيه. لا، ببغاء اللوري عنده بحال بيستولين تاع الماء، يعني بحال هذاك الشكل، يعني كيرش. يعني دابا هذا القفص هذا كيفرض عليا انتيرتي نحطو مع الطيور. نقول لكم علاش. دابا الا كنت حاط هذا القفص ما خصنيش نحط حداه قفص اخرين، لان هذا اللوري كيرش كيولي الماكله والطاسه نتاع الطيور الاخرى كيرشها هو، يعني كيتكرفصو غادي يقدر يمرضو ليك ويموتو ليك يعني بسببه. رقم واحد، وحتى هو كيرش ماكلته. رقم جوج، رقم ثلاثه في القفص ديالو ما كيخليش شي بلاصه ما كيعمرهاش، يعني هما كيرشو في اي بلاصه في اي قند. عاد اكبر مشكل فيه في ببغاء اللوري هو الماكله ديالته الخاصه، هو هاد النكتار اللي كيطلع لكم. يعني هاد النكتار قليل وما كاينش كاع، يعني قليل اللي كيجيبو. وانت كمربي يعني درتي اللوري فاش كتمشي لمحلات الطيور الزينه اخر حاجه غادي تلقاها هو هاد النكتار. يعني ما كاينش عند شي حد بعدا في مراكش هنا، ما كاينش عندنا كازا نادرا واحد ولا جوج اللي تلقاه جايبهم، يعني قليل بزاف. يعني انت كمربي كيخصك هذا هو الغذاء الرئيسي يكون متوفر، ما غاديش تلقاه. عاد المشكل الثاني اللي كاين فيه، انا ولا لقيتيه كاع كيلو ديالو كيدير ما بين 230 250 280 درهم، يعني 280 درهم كيلو. شحال بيجلس عندهم هذا الكيلو؟ بيجلس عندهم مثال سيمانه ولا 10 ايام وبيت قاده بيت قامو عليك غاليين. رقم واحد. رقم جوج، الا كاع حنا بالنسبه لي انا ما كاينش عندي هذا النكتار، راني كنتعامل معاهم بالطبيعي وكنبقى كنعطيهم العسل وكنعطيهم الخضر وكنعطيهم الفواكه، ولكن المشكل الكبير فيهم اشنو هو؟ هو كيجمعوا الناموس بزاف حيت الخضر والبراز ديالهم دغيا تيعمروه، يعني القفص نتاعهم هو الوحيد اللي كتلقاه عامر ناموس. كتنعاود تعقموا لهم وتنظفوا وتحطوا لهم، كيخصك كل ساعتين ولا ثلاثة السوايع كتخصك تجيب لهم الخضره والتيسير وتقردها جديده وتحطها لهم وكياكلوا منها هما واحد الشويه صافي. من بعد كيعمروها كيخصك تحيد هاد اللوحه وتعاوتاني تصايب لهم وحده اخرى جديده، لانك انت ما حط لهمش النكتار وهما الغذاء الرئيسي نتاعهم هو هاد النكتار انت ما عندكش. يعني كتولي كيخصك ضروري تيسير وخضره يوميا وكل شويه، ماشي يوميا، كون هي كانت مثال مره في النهار ماشي مشكل،
كل شويه كيخصك تجدد لهم الطاسه. عاد المشكل الثاني الا كنتي انت دايرهم في قفص الانتاج، جاب الله انا دايرهم يدار في هذا القفص صغير شويه، يعني كنتحكم فيهم، كنخرجهم يوقفوا في البيرشوا، كنجي قفص نغسلو كنعاود نردهم. اما الا كنتي ديرها في قفص ليلفاج كبير مشكل، بيكون القفص كله هو عامر لانهم هما البراز ديالهم تيعمروا كل شيء. هكاك علاش نصيحتي لكم باش ما نطولش عليكم في باب بغاء واحد اللي هو العائلات، اللي كلهم سولوني كيفكروا انهم بغاو اللوري وبغاو يكتبوا يربيو باب بغاء اللوري، ما ننصحكمش به. نعطيكم انا النموذج اللي هو شتي دابا تعرض عليا انا كوبلا بنص ثمن باش تشرات هادي، تعرض عليا بنص ثمن انا ما ناخذهاش وما نربيش اللوري، لان في هاد المشاكل هادو هكاك علاش عائلات ما ننصحكمش به. اللوري يقدر يلاق لواحد الانسان اللي عنده فيرما ودير واحد البيت، البيت نتاع ليلفاج كبير وفيه قفوصه ديال الكرياج لتحت والارض نتاع التراب، ديك الساعه كيطيح كلشي في التراب. نقول لك متفق معاك يمكن لك تربي اللوري، اما في وسط الدار ديالك ولا العائله كون على يقين. دابا هذا القفص عرفتي الحيط البلاصه فين كيكون محطوط الحيط ديالو تيعمروا الحيط كامله، يعني كل هو كيرشوه كي القفص كامل. وانتم شوفوا الحاله، هذا القفص هاي مع العصر تغسل وتنقى، شوفوا كيفاش راه تزينو، يعني مكرفص الماء موسخ ويلا جددوا لهم الماكله. هذيك البصريه اللي كنعطيهم حاط لهم من تحت راه في دقيقه كيمشيو ياكلوا منها ويمصوا، مع دابا كنجي لهم الخضره والتيسير وكنكب عليها شويه العسل الحر، كيمشيو هما كيبقاو يمصوا داك العسل الحر اللي بغاو، كياكلوا شويه نتاع داك التيسير اللي عجبهم صافي، وكيطلعوا كيبقاو يعمروا ليك هذاك الشيء، فهمتي؟ يعني لذلك انا كعائله ما ننصحكش تشري وليدات نتاع اللوري، وما ننصحكش تشري كوبلات نتاع اللوري، وتبقى اختيارك. يلا نقزو دابا هذا الباب بغاء وندخلوا في الباب بغاء الثاني اللي فيه المشكل. شكون هو؟ هو باب بغاء الاكولي اللي هو باب بغاء الدره. هذا الباب بغاء الاخوان نصيحه لكم، لا زكام نصيحه ديالتي لكم، يعني حاولوا تجنبوه لانه فيه مشاكل. اغلبيه العائلات كيبغيو كيشوفوا واحد الفيديوهات اللي كيكونوا في اليوتيوب نتاع على برا نتاع الناس الكوار، كيلقى باب بغاء الاكولي ولا باب كيهضر وكيشطح وكيلعب، كيتسحابوا بالله راه هو الا جاب وليد نتاع الاكولي وربى عنده راه غادي يولي بحال ديك المواصفات. هو راه لا، اخيب باب بغاء في الكاركتير ديالو في العقليه ديالته هو باب بغاء الدره. عرفتي علاش الاخوان؟ لان كبرت فراخ تعيت فيهم وفيهم نفس المشكل. وانا في اخر الحلقه غنعطيكم نتوما كعائلات اشنا هو احسن باب بغاء وارخص باب بغاء اللي تربيه وحسن من هادو كاملهم. نكمل لك في الاكولي، ان اول مشكل كيكون فيه هو كطعمو كتوكلو كدوز مع ديك المرحله كلها نتاع الاطعام، كيكون مزيان معاك الباب بغاء كيولي كيطير كيجي عندك وكلشي. اول داك الباب بغاء ما كيتحطم وكيولي كياكل الميلونج نتاعو كامل وكيولي كياكل الخضره نتاعتو كامل، وكون على يقين داك الباب بغاء ما باقيش غير يترود لك بحال هذا الشكل، يعني كتولي كدير يديك تيعضك، كتولي كدير يديك يعضك، الا ميتا بيتي يجي عندك وكلشي ما باقاش كيجي الا في واحد الحالات بقانتو، يعني كيجي عندك في واحد الفتره بقانتو هو وميمكنلكش يخليك تقيسو، هذا مشكل. وماشي بمعنى انك ما يمكنلكش تردو مدرسي بحال هكا، ممكن انه كتشدك باب بغاء الدره ملي كيتطم كتصبر داك العضان وكتصبر معاه واحد الربع شهور خمس شهور انت ديما كدريسيه، يعني انت تيكمل معاك الباب بغاء عام في المجموع ديالو، يعني عام دورها معاك وانت ديما يوميا كتعامل معاه، غادي يولي زين وغادي يولي كيقول كلمات ويولي كيلعب معاك. ولكن انت كمبتدئ والعائلات ما كنصحكمش به لان فيه مشاكل كبيره، واول ما غادي يتفطم غادي تسوفاج عليك. عاد مشكلة الثاني اللي كيكون فيه انه الغوات، يعني اذا كنتي ديرو في الدار معاك راه يكون على يقين انه الصداع ديالو اول ما كطلع الشمس راه الصداع ديالو مجهد تيبقى تيفرزتك واخا يكون واحد. لذلك بالنسبه لباب بغاء الدره يعني حاولوا تجنبوا، ما غنهضرش لكم اليوم على الاثمنه ديالهم وكلشي، انا هضرت تعيت وكلشي في الاثمنه، غير اللي غادي ننصحكم به انه العائلات والناس اللي كيقلبوا دابا على الدريساج انا ننصحكم شتي داك اللي بيمشي يشري فريخ نتاع الاكولي خذ واحد 4 الفريخات نتاع الفيشر ودريسيهم احسن ب 1000 درجه من داك فريخ الاكولي، نتمنى الرساله توصل. لذلك الاكولي حاولوا تجنبوه، عائلات الناس وكاع دوك اللي كيسولوني وكيقلبوا في الخاص وكلشي بغاوهم، الكوبلات ما خدامينش فيه، راه الوليدات ما خدامينش، ماشي كوبلات ما خدامينش زعما ما كينتجوش، ما لايقينش ليك انت كعائله في وسط الدار ديالك، لان الا كانوا عندك جوج كوبلات في جوج قفوصه وحاطهم معاك في الدار راه كزاج، يعني الغوات مجهد وفيهم صوت الصداع وفيهم تبرزيت باش انك تنتج منهم. من بعد فاش كتنتج راه الوليدات نتاعهم كون على يقين ما كيتدريساوش، راه حدهم الدريساج نتاع يجي ويطلع لك فوق كتفك وكلشي، نهار يتفطم كيولي كيعض، كيولي كيعض الودنين كيعض اي بلاصه جا فيها هادشي لا جا عندك، خاصك تصبر مع واحد 6 شهور ولا 7 شهور. وهاد القضيه راه اي مربي ما كتكونش فيه، يعني ما يمكنلكش انت كتكون خدام ولا كتقرا ولا ما مساليش وتبقى يوميا داك الباب بغا تبقى تلعب معاه واحد ساعتين باش
دوز مع عام باش يولي مدرسي راه ما يمكنش. انت عزيز عليك واحد الحاجه سهله اللي هي كطعمها بيتك وتفطم وتولي كتجي عندك. انا غنوريك الباب بغاوات في الاخر شنو هما اللي غادي ديرهم ومزيانين. نعاود نقزو الاكولي باش ما نطولوش فيه. هضرنا على اللوري قلنا راه انتيردي العائلات وكل شيء بلا ما تفكروا تشري. والله القسم انا كنحلف لكم رمضان هذا يا تعرض عليا شي كوبلا بنص ثمن. نعطيكم مثال، شي حد يقول لي عندي كوبلا نتاع اللوري دايره 2500 درهم يعني 50000 ريال بحال هادي كوبلا ناضيه ويقول لي ب 50000 ريال والله ما نشريها انا الاخوان، انا والله ما نشريها لان اللوري جربتو. انا اي حاجه كنلقى فيها زوينه راه كنجي كنقولها لكم، حاجه كنلقاها خايبه كنقولها لكم. انا شخصيا اقسم لكم يمينا شي حد ويقول لي عندي جوج كوبلا ثلاثه ولا اربعه ديال اللوري ودايرين 2500 درهم والله ما ناخذهم انا الا في واحد الشرط، نهار يكون عندي الامكانيات اللي هو نهار تكون عندي الفيلم مقاده وصيبت لهم بلاصه مزيانه نقدر نمشي نشري اللوري وندير اللوري نتج منه حيت هو ببغاء واعر وزين وفي الكاركتر نتاعو كلشي زوين، ولكن فيه مشكل كبير انه معفون بزاف. يعني اكثر ببغاء شفتو معفون هو هذا النوع هذا. هكاك علاش اذا كنتي دايره في شي بيت نقي ولا في شي بلاصه هذاك البيت ما غيبقاش نقي. نقزو اللوري دزنا الاكوليتا هو قلت لكم فيه مشكل ما لايقش نقزه. غادي ندخلو الاخ خياب واحد هو ببغاء الكاسكو. الكاسكو ماشي فريخ ماشي ولد العش سوفاج، يعني كاع دوك الكاسكوات نتاع الصيد اللي كيكونوا سوفاج. وانت باش بغيت تعرفو انت كعائله ولا مبتدئ ولا اي واحد باش بغيت تعرف الكاسكو سوفاج من الفرخ ديما كيكون الخاتم، يعني الببغاء فاش كيكون لابس الخاتم في رجليه كتعرفو ولد العش. وملاحظه بالنسبه لببغاء الكاسكو الرقم في الخاتم كيكون 11، يعني كاينين الاخوات اللي كيكونوا كبار تلبسوهم لهم في هذا الحجم هذا وتيقول لك راه ولد العش، راه ماشي ولد العش. كل ببغاء تيكون عنده رقم خاص ديال الخواتم ديالو. هكاك علاش بالنسبه لببغاء الكاسكو السوفاج ما ننصحكمش بها الاخوان لان هو عندي مرضني عطا نقول لكم خصوصا في هذا رمضان وفي هذه الاوقات، يعني في الصباح اول ما كيضوي عليهم الشمس تاع الصباح موج الغوات الغوات واحد الغوات الغابه كنبقى كنسمعوا يعني الدرجات الاراوات ما كتسمعهمش، يعني الارا واخا طلع عليها الشمس تيغوت من راه جوج ثلاثه تدخل عنده، يعني تيبقاو ساكتين. الكاسكو سوفاج وتيبقى موجج يعني الغوات الغابه والصفار والغوات والجعير نهار كله تيبقى هكاك، يعني هكاك عشان انت كعائله راه غادي يمرضك. راه واخا نوريه لك مثال نجيب لك سوفاج ونوريه لك مثال كيهضر مزيان وكلشي راه هو كيهضر وهو عندي كيهضر، ولكن ما قدرت ليش ديك الهضره حيت هو تيهضر في القناه ديالو، يعني في الوقيته فاش تيكون بوحدو وفاش يكون مطمئن كيهضر واحد شويه الكلمات من بعد كيبقى يجعر وكيبقى يلغوات. هكاك علاش انا ديما كنصح العائلات واخا تلقاو الكاسكو رخيص واخا تلقاو داكشي اللي كنا حنا بغينا يكون اللي هو 60000 ريال ولا 50 ولا 40 نصيحتي لك بلا ما تشري كاسكو، يعني كاسكو سوفاج يعطيه اتساع. الا كنت انت كتفكر تشري كاسكو جيب الوليد، يعني لقيتي الوليد بدوك الاثمنه اللي كنقول لكم بالمواصفات وكان مزيان شري وليد، ما لقيتيش وليد نتاع كاسكو بلا ما تشري كاسكو. وهاد المساله كتنطبق جميع انواع الببغاء، يعني الببغاء فاش بغيتي تشريه شري وليد، الا ما لقيتيش وليد يعني بلا ما ننصحك تشري شي حاجه كبيره الا الا كانت عند واحد المربي محترم وانت عارفو عنده حاجه نقيه وعنده حاجه مزيانه وكان بهاد المواصفات، يعني كيعطيك ببغاء الف 100% ومدريسي وهكا يطلع لك انت فوق يديك وما يعضك وما يجي معاك حتى شي حاجه وتعيط عليه يجي عندك نقول لك واخا ممكن تشريه كبير. اما من غير هاد المواصفات ديما انتم الا بغيتو تشريو شريو الببغاوات صغار وكبروهم على يديكم، هذيك هي احسن حاجه في الببغاء. يعني دابا هضرنا على اللوري هضرنا على الاكولي هضرنا على الكاسكو سوفاج، حيت كاين باقي لحد الان في التعليقات كيقولوا لي ان كاين اللي باقي ما كيفرقش شنو هو السوفاج وولد العش. ولد العش راه رجع للحلقه فهم شنو هو ولد العش 100% هذاك اللي كنصحك به. اما السوفاج اللي كيدخل عن الصيد ورجليه ما فيها لا خاتم لا والو هذوك كيخليوهم، يعني واخا تلقاهم كاع داكشي اللي كنتو باغيين كاملكم انه باغينهم ب 60 واخا تلقاه ب 60 بلا ما تشريه تلقاه ب 50 بلا ما تشريه حيت ما خدامش. كون على يقين الا كنتي ساكن مع مالين داركم ولا ساكن مع 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 الجيران ولا شي حد راه ما يبغيولكش هذاك الصوت نتاع الصداع لانه فيه واحد الصوت. صراحه انا براسي شخصيا اللي كنبغي طيور الزينه ما كنحبش هذاك الصوت خصوصا في واحد الوقت معين اللي هو الصباح بكري كتكون انت يلاه شاد فيك النعاس مزيان كتبدا كتسمع داك الصوت كيعجبك هكاك تيبقى هكاك. علاش نتوما العائلات عطيوه اتساع الكاسكو المنبيله لاي واحد عنده فيرما وصايب لهم البيوت ديالهم وبيدير ليه الفاج نتاعو نتفق معاك شري كاسكو وخدم به تما. اما في وسط الدار ديالك بلا ما تشريو نقزو الشكل الاخر اللي هو شكون الكاكاريكي. الكاكاريكي المشكل نتاعو هو ما معفون ما والو هو طائر ببغاء زوين
ولكن في واحد المشاكل، لان بزاف الناس عاوتاني شفتهم الجروبات بداو تيغليو الكاكاريكي، وشي وحدين نتوما عارفينهم بداو تيجيبوا لكم الكاكاريكي باش زعما يزينوا لكم صورتهم. نعطيكم اول مشكل تاع الكاكاريكي شنو هو. هو اكثر ببغاء مكلخ هو الكاكاريكي والاومني كولور، هاد الجوج هما اكثر الببغاوات مكلخين. يعني واخا تجيبهم وليد الحيمه وكطعموا على يديك وتفطموا وتبقى كتلعب معاه يوميا وكل شيء، فاش كيتفطم وتيولي تياكل راسو كل شيء، هو بهلول يعني مكلخ، تيجي بقانتو يعني غيجي يطلع لك في يديك يطلع لك فاش تلقى انت ليها كره ما يجيش عندك، تيجي هو بقانتو يجي هنا يبقى يعض في ودنين يعض هنا يعض هنا يطلع لها تيبقى هو يحور، يعني كيدور هي بقانتو بهلول ما يفهمكش ما يعرفش ديك شنو هي اجي عندي هاك زعما المكافاه وهاك الشيء. يعني الا في واحد الحالات نادره، يعني دريتي فيهم وحدين اللي هو قول واحد 10%، يعني الا مثال جبتي انت واحد الخمسات الفراخ نتاع الكاكاريكي، واحد فيهم اللي غادي يصدق لك مزيان واللي كيطلع لك بليد وكل شيء، ودوك الربعه كلهم راه بهلولين هكاك. علاش؟ حتى اللي بغى يدير ببغاء صغير وبغى يدرسه خذ لك الفيشر احسن من الكاكاريكي في العقليه، الفيشر عقليته احسن من الكاكاريكي وفي دريساجو كيكون زوين على الكاكاريكي. هذه هي النصيحه الاخيره، وكنظن دابا راه واقيلا قلت لكم خمسه الببغاوات نعاود نتذكرهم، اللي هو اللوري انتيردي، الاكولي الفريخات قاطعوهم انتيردي، سوفاج الكاسكو اللي كيدخل الصيد ما عندنا ما نديرو به يعني حتى هو ما خدامش حيدوهم كلهم عيوبه. قلنا الكاكاريكي معاه الاومني كولر تا هو نفس العقليه نتاعو تا هما راه مكلخين. يعني هاد الببغاوات الاخوان هادو هما من اخيب الببغاوات اللي هو بطبيعه الحال مخلوقات الله كلهم صراحه انا كيعجبوني كلهم زينين، وكل واحد دابا انا كنشرح للعائلات يعني اشنا هما الببغاوات اللي فيهم العيوب اللي ما خصكش ديرهم. اما راه بالنسبه للمخلوقات كل واحد، يعني واحد انسان الا عندك انت فيرما وعرفتي تبنيها وبدي داكشي مزيان، يعني كل هما الانواع اللي ذكرت دابا راه زوينين وواعرين في التربيه ديالهم. ولكن انا اللي كنصح ديما واللي متبعين ليا واللي غادي معايا في الحلقات اللي كيتواصلوا معايا كلهم، اغلبيه عائلات اللي بغاو حاجه زوينه يربيوها هكاك. علاش انا كاين هنا كنوريكم الحاجه الزوينه اللي تربيها معاك في الدار وكتكون زينه وبحال هكا، يعني انت الا خسرتي فيها فلوسك ما غاديش تندم عليها وكتبقى ديما عزيزه عليك وعاجبك وما فيها لا صداع لا والو. وكنصحك من الحوايج اللي ما تخسرش فيهم فلوسك، يعني نعطيك مثال بحال دابا انت زكاز كماكس، بحال دابا انت خديتي هاد الكوبلا هادي نتاع اللوري ب 6000 درهم 5000 درهم 5500، كون على يقين ترزيتي فيها. نقول لك علاش، هذا كنهضر مع عائله، يعني جبتيها للدار انت كتشوف في الفيديوهات انه اللوري زوين ونقي والوينات واعرين، هذا الشيء اللي فهمتي عليه، ولكن ما كنتيش عارف هاد العيوبه اللي عطيتك اليوم انا. فاش كتجيب هاد اللوري هذا كتحطو عندك في الدار، يعني الدار عندك كتكون اغلبيه الناس يعني كاين لي بارتما كاين لي ساكن مع دارهم لا كلشي، المهم البلاصه فين بيتحطو كتكون بلاصه مصبوغه ونقيه ومزيانه، كتبي تحط فيها حتى قفيز بحال هذا الشكل يكون نقي زوين تحطو وتبقى مربيهم في نفس الوقت. هادو ما تلقاش فيهم داكشي، حيت هذيك البلاصه يا صالون يا فين ما حطيتهم كل واحد الحيوطه غيعمروهم لك، حيت كيرشوا واحد المسافه بعيده، يعني كيكون هو معلق هنا يقدر يوصل عليها، يعني كيبقى كيرش كيولي كيعمر ديك الحيوطه في الجناب ديالو كاملو، وداكشي كيلصق في الحيوطه القفص ديالو. يعني الا كنتي ديرهم حتى الانتاج كيخصك القفص ديما تعاود ثاني تحيدو ليهم وتخرجهم من القفص، تمشي تغسلو مزيان بالرشاشه كامل يتنقى عاد كتعاود ترد لهم، يعني هذا مشكل كبير. وعاد المال اخوان بلا ما نحتاج نوري لكم، حيت راه هو اقسم لكم يمين المكرفص ويلا بدلتو اليوم، يعني الماء كل شويه فين ما دخلت البيت ورجعت هما الوحيدين اللي كنبقى كل شويه كنبدل الماء، وكنرجع كنلقاوه السخون كنعاود نبدل الماء كنلقاوه السخون في دقيقه، يعني دغيا هكاك الماكله ديالهم هكاك. علاش انت بغيتي تجيبو كامور بيبي غادي تعدفو وشريتيه ب 5000 درهم ولا 6000، كون على يقين غادي تولي تبيع تفك منهم. فاش تبي تفك منهم الحاجه فاش كتبي تبيعها ماشي هي فاش كتبي تشريها، يعني الا بغيتي تشريهم غتلقاهم غاليين وما كاينينش، كتسمع غير 5000 5500 6000، ولكن فوت الا شريتيها وفاش يوقع لك هذا المشكل نتاع تا 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 تحتي في الامر الواقع ولقيتي هذه المشاكل كامله وما قدرتيش عليهم، فاش غتبي تحيدها غتسمع غير 40000 30000 36000 45000، هادشي اللي غادي يبداو يعطيوك. هذا هو المشكل اللي كيوقع لاغلبيه العائلات هكاك. علاش انا كنصحكم ونتمنى تعودوا تتبعوا النصائح نتاعي، لان كونوا على يقين انهم كنعطيكم واحد الحاجه اللي مجربه وكاينه، يعني حاجه اللي زوينه راه كنقول لكم ها هي اللي زوينه، والحاجه اللي خايبه راه كنقول لكم ها هي اللي خايبه. لذلك ما نطولش عليكم الحلقه تاع اليوم، نكتفيو بالموضوع هنا، وان شاء الله راه جايين حلقات جداده كيف قلت لكم في الحلقه القديمه، راه قلت لكم هي شويه الراحه في هذا رمضان هذا، والحمد لله رمضان ما بقى له والو.
من مورا العيد ان شاء الله راه غادي يكون جديد وغادي يكون حلقات في المستوى ان شاء الله. يلا ما نطولش عليكم، غادي دابا العائلات غادي نوريكم احسن ببغاء اللي ديما كنصح فيه في الحلقات من طبيعه الحال، وغادي نوري عليكم دابا اللي هو اللي تربيه انت كعائله اغلبيه كيبغيو ببغاء رخيص اللي يكون في الثمن تاعو رخيص، وهو من طبيعه الحال فيه الطفرات اللي هو كاينه الطفره الرخيصه اللي كتكون 650 درهم 700 درهم وانت طالع. غادي نجيب لكم هذا الببغاء تعرفوه، وهذا هو احسن ببغاء انت كمبتدئ عائله شي واحد بتجيو معاك في الدار، اي واحد كيفكر بيبدا بالببغاء بدا بهذا الشكل اللي غادي نجيب لك دابا. تبع احسن ببغاء الاخوان كيف كنقول لكم ببغاء المولينا، يعني اي واحد مبتدئ ولا عائلات كيفكروا انهم تيقلبوا على وليدات، واخا انا عارف بالله هاد الهضره هادي فاش تنقولها ديما اغلبيه فاش كنقول شي هضره بحال هكا وكنشكر لهم شي ببغاء هو اللي كتلقاه في الجروبات كيجروا ليه الكروم. يعني دابا المولينا العادي اللي كيكون الطفره العاديه كيدير وليد الحيمه 650 درهم ولا 700 درهم باش كيتباعوا الحيمات، يعني فاش كتشكر لحاجه كتلقاهم كلهم حتى هما تيجروا الكروم. ولكن انا غادي نقول لكم لقيتوا الثمن الاصلي، رجعوا الحلقات نتاع المولينا غادي تعرفوا الاثمنه ديال المولينا. لقيتوا داك الثمن خذوا به، ما لقيتوش راه ديما كنقول لكم عرفت شنو اكبر تهديد للمربي هو يكون عنده ليلفاج نتاع المولينا ويخرجوا ليه وليدات وما يلقاش اللي يشري من عنده. يعني فاش كيقولوا هو واحد الثمن قال 1000 درهم 1500 2000 وما لقى حتى حد قدام عنده، اما في صالحوش يبقاو عنده يكبروا لانهم هي اللي طيحوا من العش ولا خطيه، يعني بيبقاو عنده ياكلوا مده طويله باش يعاودوا يخدموا معاه. فهمتوا الاخوان هكاك؟ علاش داك اللي كيبيع فاش ما كيلقاش الشاري راه صافي كيولي كيبيع بالثمن الحقيقي ديالو، ولا لقى الطلب كاين ولقى الشاري كاين. يعني نتوما فاش كتشريو راه نتوما اللي كتغليو السوق، ومراح الحاجه البسيطه هو لقيتي خذ، ما لقيتيش ما تاخذش. هكاك علاش دابا غادي ننصح لكم هذا الببغاء، لان هو فعلا فعلا من اذكى الببغاوات ومن احسن الببغاوات انا بالنسبه ليا اللي كنفضلو هو المولينا. علاش؟ اسهل ببغاء، يعني انت كمبتدئ كتجيبو واخا تكون صغير جبتي هذا المولينا بديتي كطعمو بيديك، يعني اول ما كيتفطم كيولي متعلق بك بحال هكا، ما تيخافش من يديك كيولي هي كيسمع صوتك تيجي عندك، هي حلي القفص تيبقى فين ما مشيتي. وعاد بالتجريب وكون على يقين هذا هو اكثر ببغاء تقدر دير به طيران حر وما يهربش ليك وما يحندكش. يعني كاينين ببغاوات اللي تيتخلعوا كل شيء، ولكن نقطه في الطيران الحر شنو هي؟ هي دابا هذا الببغاء بيت ندير ليه طيران حر ما غاديش نولفو، ديما كنحطو معايا في الدار، يعني كنحاول ندير ليه قفيز صغيور وكنبقى كنخرجو معايا باش يولي كيسمع الصداع ويولي كيشوف الطوموبيلات ويولي كيشوف داكشي يولفو. نهار كنديه معايا ندير به طيران حر كون على يقين غادي يرجع لك 100%، حيت هو الوحيد اللي كيتعلق بمولاه وتيعرفك وما تيخافش منك. يعني صافي تنقول لك كيتفطمو اول ما كيتفطم يمكن لك تمشي دير به طيران حر ويجي عندك، فهمتي؟ ماشي عكس الببغاوات الاخرين، الببغاوات الاخرين ما فيهمش ثقه تيخصك واحد المده، وما كاينين انواع اخرين تاهما ذكيين على المولينا غادي نشوفوهم في الحلقات الجايين من بعد فاش نجيبهم لكم. ولكن احسن واحد للمبتدئين واللي اغلبيه هو كيكون موجود شويه ماشي بحال الاخرين هو المولينا. يعني اغلبيه المبتدئين الا بيجيو ببغاء زوين وراه ملاحظه حتى هو كيتكلم، يعني راه اذا كان عندك هذا الببغاء وفطمتيه وبقيتي كتولفوا كلمات كتعاودهم ليه راه غير يكمل معاك عام وشويه راه بيبدا كيقول دوك الكلمات وكيقلدهم وفيه الشطح فيه اللعب فيه اي حاجه انت بغيتي من داك الببغاء. عاد احسن حاجه فيهم هي ديك العلاقه نتاع انه ما يهربش مني، نكون خارج الزنقه دابا بالثقه في النفس كونوا على يقين هاد الجوج نخرج بهم الزنقه بالثقه في النفس انه نخليهم فوق كتافي هي ما يجيش شي كلب ولا شي حاجه تخلعهم ما عمرهم شافوها، واخا يتخلعوا غيهربوا شويه وبيعاودوا يرجعوا. يعني هادو هما الوحيدين اللي بالثقه في النفس انا نخرج حاطهم فوق كتافي ونبقى نجيب دوره هكا في الزنقه وما يهربوش، ولا كاع طار بيطير شويه بيعاود يهبط يرجع لك الكتف عندي بلا ما نعيط له بيرجع لراسو وما هذا الله. هكا كاش النصيحه الاخيره باش ما نطولش عليكم الحلقه بزاف، هو احسن ببغاء انت تاخذه هو ببغاء المولينا. وملاحظه راه ماشي بالضروري اي طفره معينه، مثال يقولوا لك راه التركوا دكي على هذا ولا الاناناس دكي على هذا ولا هذا الميلانيو دكي على العادي، لا جميع المولينات الاخوان هذه بالتجريب، يعني من المولينا العادي فيهم اللي هو اللي كنصحكم به تديروه هو تقريبا في اللون في اللون ديالو تيبان بحال هكا هو بيطلع لكم في التصويره هنا راه بحالو بحال هذا في اللون هكا، يعني ما كاينش اختلاف بيناتهم وهذا غالي عليهم دوبل عليه في الثمن هكاك. علاش ما كاينش لاش تشري طفره زينه في المولينا؟ يعني لقيتي هذاك الثمن زوين شريها، ما لقيتيهاش ما كاينش لاش تشري. مثلا يقول لك هذا تركوا اش اش
يقول لك هذا راه تيركوا ولا هذا اناناس، كلهم زوينين. وبالنسبه لي انا كنفضل الطفره العاديه اللي هي هذه، هي احسن طفره في المولينا. يعني انت الا بغيتي تشري وفر على راسك الطفرات الا كان بواحد اثمنه معقوله، خذهم حيت زوينين. اذا كان مثال عندي واحد اربعه ولا خمسه المولينات في اللوينات وكانوا مختلفين بيكونوا زوينين، ولكن اثمنه معقوله. انت ما لقيتيش اثمنه معقوله، خذ العادي. لان انت كمربي مبتدئ اش عجبتي اي واحد الباب باغا يكون عندك معاه واحد علاقه زوينه، ويكون تيجي عندك ويكون ما تيخافش منك، تلقاو في الزنقه تيرجع تيقول كلمات. ها هو مولينا العادي غتلقى فيها هادشي كله. هكاك علاش نصيحتي الاخيره، لقيت المولينا بثمن معقول خذوه، ما لقيتوش ما تاخذوش. وما نطولش عليكم بزاف، نكتفيو بالحلقه اليوم هنا. تسناو ان شاء الله بحلقات جداد، غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمه الله.